اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. كنا خلاص الاسبوع اللي فات بدانا نشوف الشمس وشمس حلوه كده الصبحيه وبدا الجو يدفي، لكن اتقلب الموضوع ودخلنا على اجواء اخرى. رجعت مره تانية السقعه والاجواء البارده رجعت من جديد، ويبدو ان الاجواء دي هتكمل معانا كمان اسبوع بسبب كتله بارده قادمه من جنوب اوروبا وهتاثر كمان على كل دول شمال افريقيا. أجواء باردة لمدة أسبوع قادم على كافة الأنحاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسط تحذيرات من تخفيف الملابس. الهيئة العامة للأرصاد الجوية أوضحت أن البلاد تشهد أجواء باردة على كافة الأنحاء ليسود طقس شتوي بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على القاهرة نهاراً وشديد البرودة ليلاً، وتستمر تلك الحالة لمدة أسبوع. كذلك يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وهو ما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ويتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار، وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وهو ما يأتي نتيجة تمركز مرتفع جوي على جنوب أوروبا بقيم ضغطية مرتفعة، وحيث يدفع كتلة هوائية باردة تؤثر على شمال إفريقيا. ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع في التغير السريع في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وعدم تخفيف الملابس خاصة في فترات الليل والصباح.